اسف نرحب بيك على القرار 24، تقول لأسرة حكيم ايه؟ توكلت على الله، ربنا يصبره واخر الاحزان ان شاء الله يا رب. انا بالله وانا فقدان الاخ الاكبر صعب، فقدان الاخ الاكبر والاصغر، ربنا ما يحرم حد يا رب من اخواته ولا من اهله ولا من اسرته ولا من اي عزيز الله يا رب. شكرا، تسلم جدا. مش فاهم، هو مش قال لك خلاص؟